احنا طبعا جينا نشوف طلباتكم شنو، رغم انه حتطلبوا حنضحفوا لكم، يعني ما عندكم مشكلة. عيني حبيبتي، نحنا ما عايزين نبيع بيتنا، نحنا عايزين نوفق راسين في الحلال. يعني شنو؟ يعني ما عندنا اي طلبات، فما في داعي نكبر القصة. شوفوا هنا، ده انا ولدي الوحيد، عاوز افرح بيه، عايزة اكشر واتبوبر في عرسه، واحجز له افخم صالة، واعمل له حفلة اسبوعين، واجيب مهر وشبكة عمرهم ما حصلوا. القطيه ده كله ما بيتماشى مع لوائحنا وقوانين العائلة، ونحنا ما موافقين عليه. عوض، تعرف يا العوض؟ ها؟ علان والله تقول مو نصيح. كيف؟ جول يقولوا له حق، يقول ما دايك؟ ما لك الأخير والله. إحنا يا أخواننا راضين. أسمعوا هنا، يا إما تسمعوا كلامنا وتعملوا بشروطنا، يا إما إحنا ما عايزين. على كيفكم، نحن دارين تحل البركة على الأبناء، أقلهن مهرا أكثرهن بركة. قوم يا وليد. استنى يا وليد، ما في كلام زي ده. شوف هنا، انت كان ما تسامتي كلام عدلان صح، وانا معاك يا عدلان. أسامة يحبل أسامة بره بتيخ يا أخي، يا أخي عزبتيني يا أخي، يا أخي جننتيني يا أخي، ما حال ما مشي أنا مسخراني يا أخي قدام الناس يا أخي. ليه أنا عملت لك شنو في الدنيا دي يا أخي؟ عدولة عايز مهركم. نحن حنعقد في الجامعة 50 جنيه المهر مع ما تيسر من القرآن. أعقد وبلحق علي. أسامة كلتوم كلتوم من عجل. محاسن محاسن منو؟ انت ورد امك دي اسمها منو؟ اسمها امي والله. انت اللي حتضيعني.